يا البلد والتوري في داري، يا جيعها انت على العين يا شبعها الرغادي. حجة أم ماهر وأم أسامة وأم مؤمن، شكرا كثير على استضافتنا اليوم بهالأرض الحلوة، ويعني كل عام أكيد وأنتم بألف خير، رمضان كريم علينا وعليكم، إن شاء الله بيكون بالأعوام القادمة حالنا أكيد أفضل من هيك. قديش في ناس كثير بتتمنى إنه تكون موجودة بهيك مكان حلو، يعني هالأرض اللي أكيد إلها دائما رونق خاص وسحر بالقعدة فيها بتنسينا الدنيا. اهلا وسهلا فيكي اختنا العزيزه. في محافظه خان يونس، بلده بني سهيله، منطقه رميضه الريفيه اللي هي منطقه حدوديه. اهلا وسهلا بالجميع. اهلا. بالفعل يمكن احنا الجلسات اللي زي اللي مثل هيك بنكون بجد فيها في قمه الهدوء والروقان. أم مؤمن، هالمكان الحلو يعني رغم كل شيء أكيد حلو فيه إلا أنه بيضل منطقة حدودية مثل ما حكت أم أسامة، بيضل يعني معرض للاجتياحات من الاحتلال الإسرائيلي وللقصف وللاستهداف، فيعني ما بتفكروا تطلعوا من هون أو تبعدوا عن هالمكان؟ طبعا لا، إحنا لو بعدنا عن أرضنا وعن المكان هذا اللي تربينا فيه، هذا اللي ولدنا فيه، هذا إحنا من غيره ما بنقدر نعيش أصلا بتاتا. يعني هذا المكان هو حياتنا، هو في دمنا، ما بنقدر احنا بنسيب بيوتنا بنيجي بنقعد بنقضي كل وقتنا فيه، حتى قوط يعني شجر الزيتون بكفي لوحده. متجذرين بالارض يعني اكيد اكيد في دمنا طبعا. اكيد طبعا الحمد لله. طيب حجه ام ماهر، شو احلى شيء بالقعده هون؟ بتاعت الزيتون، الهواء، الحمد لله، واحنا يا حبيبتي اللي بنتمنى دائما فيها هذه المنطقه، ونعمل اكل فيها ولد تمشى فيها، الكل بتمنى يقعد فيها الوسح هذا. أكيد. شو أحلى الذكريات، أكثر الذكريات اللي بتتذكريها من زمان لليوم بهيك مناطق بالأراضي اللي بتكون في الأراضي فيها؟ يا حبيبتي بنقعد في الهواء هيك مش زي أول مثل أول ما في يا بنيتي، ما في زي الحين. أكيد كل شيء قديم أحلى. معلوم كنا نشم من البريق المية، المل الجرة نحطها على روسنا نجيبها، نعمل أكل، نروح مع أهالينا على الديوان ونشيل مع اهالينا ويفطروا هناك، مش زي الحين يما. كل شيء تغير. الحين ما في زي اول. طيب رمضان زمان رمضان كيف كان؟ كان رمضان محلاه، كان رمضان محلاه، يروحوا على الديوان وياخذوا الاكل هناك ويقعدوا ياكلوا مع بعضهم، وما فيش من جريش قمح لعدس، هذا كان الاكل. بام يحطوها في اي اكلات زمان؟ زمان يحطوها في القدي ويقومون يخبزن على الفرن ويحطون طبيخن في الفرن، مش زي الحين، الحين كله على الغاز. كله على الغاز، ما فيش زي الايام العتيقه. يعني هلا تغيرت الدنيا اكيد، صار في اصناف كثيرة، بس في يعني اكلات معينه دائما نشوفها انه لا هاي موجوده بالارض، يعني بدنا نعمل هيك بالارض، نطبخ هاي الاكلات، احكي لنا عنها كمان المؤمن. دائما اكلات الارض ولا اكل بتعادلها، يعني احنا اكثر شيء بنروح بالارض، بنقضي وقتنا بالارض، الواحده جوزها بيشتغل بالارض، بتروح بتودي له الاكل، اكثر شيء بنعمل بنولع النار، بنعمل عليها قليه البندوره، بنعمل عليها بنشوي البتنجان، بنعمل متبل البتنجان عليها، بندق الفلفل والكشك، اكله مشهوره فلسطينيه وفيش مش موجوده في اي دوله غير فلسطين. حلو، هي اكله فلسطينيه. يعني كمان الست الفلسطينيه وخاصه بالمنطقه الشرقيه بتعمل كل هذا على ايدها. يعني فيك نزرع البتنجان في البيت، نزرع الفلفل في البيت، يعني كله بيكون حتى من خيرات ارضنا. كله من خيرات ارضنا سبحان الله، يعني حتى بتلاقيه طعم ثاني. وعلى مائدتنا اليوم شو رح نعمل؟ وعلى مائدتنا حنعمل قلايه البندوره، وحنعمل برضه كمان متبل البتنجان، حنشوي البتنجان وندقه بالارض نفس ما كنا نعمل، وفيش اطيب من هيك اكل. اكله يعني اكل من الارض كله، من الارض يعني جبناه حتى من الزريعه اللي هون، وان شاء الله ان شاء الله. تمام، بشو رح تبلشي ام مؤمن هلا؟ حنبلش ان شاء الله حنولع النار وحنعمل قليه البندوره. شعب فلسطين ما كان يمكن يستعمل المعلبات اطلاقا. كان كل يعني انتاجه اليومي من ما تنبت الارض ياكل.
من ما من انتاج الحيوانات. احلى ايام، احلى ايام كانت، لانه كان بكون فلسطين، كون احنا تضاريسنا ومناخنا مختلف، كانت بساتين 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 فلسطين تعج بالفواكه، تعج بالحمضيات. يعني كان في عندنا ارتفاع ذاتي للاسره الفلسطينيه، كان عندهم اكثر يعني حفظ الطعام في اكثر من طريقه. يعني كان على سبيل المثال اذكر فيما واحنا صغار كان سيدي مثلا يروح على الارض على المكتاف، يعني من الارض نفسها يعني يجيب فلاح يشتغل بالارض مزارع، من الارض نفسها يجيب اكثر من طبخه واكثر من اكل، من الارض نفسها من كرم اللوز يخزن اللوز للسنه اللي وراها، من الارض نفسها الحبوب كلها يخزنها كامله. يعني ما كان كل قوت يومه ياكل من ما تنبت الارض، يا الله، ومن ضروع الحيوانات وما وانتاج الحيوانات لها، ومن عرقه ومن تعبه اللي بيمتزج بالارض، من عرقه ومن تعبه. وما ننسى كمان حرص المراه الفلسطينيه، كانت تستغل كل طاقاتها، كل تستغلها في انها تستغلها بالشكل الجيد. كان لها المرأة الفلسطينية كمان دور بالأرض بالزراعة، أكيد كانت جانبا إلى جانب الرجل، كانت هي اللي تشتغل معاه، هي كانت السند، هي سند المرأة، كانت سند جوزها وين ما يروح جوزها معاه، كل شيء كان زمان. كنا نجيب البذور، القمح، العدس، الشعير، المرأة الفلسطينية هي أساس المجتمع الفلسطيني المكمل. طيب هو العنصر النسائي يعني ما بيكمل شيء بدونه أكيد. بس حجة أم ماهر، أيام زمان كمان الفلاح كان يومه غير، كيف كان يقضي رمضان زمان وكيف بيقضي اليوم؟ من عنده يمسك البامية، يفطر بأرضه، أيوه، من بلاده يمسك البامية يعملها في حبل، ينشفوها البامية ويحطوها في الشمس. يما يجي بدم الدنيا رمضان يجيبوا البامية يدفوا شوية مية ويطلعوها من الحبال ويطبخوها. أما الحين كله عكهرب عكهرب عكهرب. إحنا كانت زمان القرع، البامية، اللوبيا، الفاصوليا، كل حاجة من بلادنا. بس في ناس لليوم متمسكة بهاي العادات، بهاي التقاليد، بهاي التقاليد. للحين احنا لليوم بيعيشوا هاي الأجواء، الحمد لله، والله يعني رغم التكنولوجيا الحمد لله للحين باكل من بلاداتنا. حتى يعني بشهر رمضان طقوسكم هي نفسها كله بالأرض. كله حتى أكثر. احنا مع احترامي للحجة، احنا كل الان اكثر حاجه والعادات هذه متمسكين فيها اللي هم اهل الشرقيه، اللي بتيجي بنسيل عبسان خزاعة، المكان اللي احنا فيه كلياتها بيزرعوا كل خضرتهم من ارضهم ومن بلادنا. يعني حماماتهم من بلادنا، بندرتنا من بلادنا، كل حاجه من بلادنا، يعني بتشتريش يعني شيء. خالته ام ماهر، شو اكثر شيء انت كمان بتفتقديه برمضان؟ طبعا كان موجود زمان ومش موجود اليوم. زمان كنا راحه البال، وكنا ما حصلنا مع بعضنا ونجتمع مع بعضنا العيله ويقعدوا يفطروا في رمضان ونروح لبعضنا. الحين ما في زي اول، مثل ايام العتيقه ما في يا حبيبتي، واحنا كنا مع بعضنا يا محلانا. بس الحين اختلفت الدنيا، اختلفوا، لكن الحمد لله الواحد بده راحة البال. أكيد الحمد لله راحة البال الحمد لله، وبده الواحد مرقته وحياته، وإحنا وش عايشين الحين. المؤمن لوين وصلت بالطبخ؟ وصلنا لقلاية البندورة، ركبنا قلاية البندورة على النار وعلى فرن الطين القديم اللي له بهجته وله طعمه بالأكل، وقد ما نطبخها على الغاز عمر ما بيطلع طعمها زي ما هي مطبوخة على النار، إلها طعم ثاني أكيد. لأن الآن بتذوقوها بتشوفوها كيف طعمها. كل الأكلات بالأرض على فرن الطين هذا؟ اللي عنده بيعمل، اللي ما عندهش بحط المنصب ولا على الحجر، المهم على نار بيعملها. بيكون طعمها طبعاً غير أكيد. يعني وبتكون مميزة شكل ثاني. خالته أم ماهر، أكلات زمان كيف كنا نعملها؟ كيف كنتوا تعملوها؟ كنا نعملها يا حبيبتي بكشك، ونجيب أول شيء الكشك بنجيبه لبن، ومنه بالصفية، يمنا بالصفية بلعجنه يوم نعدنا 15 يوم 10 ايام، يوم نبطل فور بقمح بلدي. ومنه عقبين الصبح بدري بنقوم القرصه. بالقرصه زي ما تقص العجين صغير قاطعته. ونحطه عقب 5 ايام 4 ايام بنشف بنرفعه. اللي بده ياكل ياكل، بنحطه على السلطه، بنعمل بنخبز على الصاج، بنجيب زيت زيتون. هيك يعني هو جاهز بكون؟
يعني بيعملوا مختلف تماما عن الكشك اليوم. هو في كشك وفي عفيق، في لبن بحات لحاله والصفيه والقرصه نحطه في الشمس ما يخمرش يعني هذا. طيب كمان حلويات زمان ام مؤمن، حلويات زمان هي نفس الحلويات اللي موجوده اليوم ولا كانت حلويات مختلفه؟ لا، ايام زمان لا كان موجود بسبوسه ولا كان موجود حلويات شرقيه ولا كان شيء. كان النساء زمان يعجن شويه عجين ويعملوه مطبق على النار بزيت الزيتون، الزيت الطبيعي اللي هو كان موجود عندهم، وكل اكلهم كان معتمد على زيت الزيتون، زيت الزيتون والسكر، ويحلوا فيه. ولا في اطيب من هيك اكل كان ينعمل هذا؟ كان ينعمل ينعجن عجين ويتقطع قطع صغيره، وبعدين يرتق ينفرد بزيت الزيتون ويتطبق وينعمل، ونحط فيه السكر داخل مع زيت الزيتون، وينخبز على الصاج بروش عليه السكر. حتى الحلويات زمان كانت بسيطه، ما فيش ما كان يعني مش مثل اليوم كتير حتى مكوناتها، يعني الان اشكال بس عن سكر وعجين. الان اشكال وانواع، ويتحير الواحد ايش بده يعمل وايش بده ياكل. الحين يا اختي كله على الحمد لله، فيش احلى من اكلات زمان. اكيد شوفي يعني قديش صار في اكلات، واستحدثنا كثير في اكلات معينه، لكن اكلات زمان ما بتنتسى لليوم، متمسكين حتى فيها وبنعملها كمان، لانها هاي اصلا عاداتنا وتقاليدنا عمرنا ما بنسيبها. اللي متمسك بعادات وتقاليد عمره ما بيتخلى عن حاجات معتمده من زمان. وبعدين حتى قد ما بنعمل قد ما نجيب ما فيش اطيب من اكل زمان. اكيد. طيب هلا قليت البندورة اللي بتعمليها نصها فلفل، اكيد هي زكاتها بالفلفل، لو ما كانش الفلفل اكثر من البندورة ما بتطلعش طيبة. هيك الطبيعي، هيك طبيعي. طيب خليني اساعدكم. اعطيها يا حاج دق الكشك، اعطيها. تفضلي يا حبيبي. افركي لها الكشك، افركي لها الكشك، يلا افركي. ساعة ما نعمل، دق دق. ايوه نعمل. افركي لها الكشك يا حجه وهي بتدق. دقي حتى دقي. هذا ما كنا في اول زماننا. هذا يوم العيد رمضان بتدق زي هيك. بنخبز على الصاج بنعمل فتيه. بيعملوا خفص، يكون واحد بياكل حلو يصير عنده شيء. ايوه دقي ناعمه ناعمه ناعمه. العيش على العيش يا جيعون كلوا عيش، يا جيعان تعال عنا يا شبع هروغادي، هرعا تعالوا يا البلد وتوري في داري، هرعا تعالوا يا البلد وتوري في داري، يا جيعان تعال عنا يا شبعها روغادي، ربي اطلع يا ربي اطلع ولابس الروزة ويتوب مشلع، يا طير طاير يا طير طاير الصمرة والبيضة. الله يعطيك العافية أم مؤمن. الله يعافيكم يا ربي، وأهلا وسهلا فيكم. الله يسعدك. يعني بصراحة أنا متأكدة أنه ما في أشهى وأطيب من هيك أكل بسيط، يعني بينعمل حتى بطريقة كمان سهلة، وما في أحلى من هيك قعدة. أكيد هو في بعد الأكل الشعبي والأكل التراثي، فيش أطيب من هيك، وعلى النار وكمان خالي من الحاجات الدسمة، وأكل صحي أهم من الموضوع، إنه كلياته أكل صحي، أطيب أكل يعني بصراحة. أكيد حتى الأرض كمان والقعدة هون كله كمان بصراحة كله تعوض. حلو بجنن، قاعدة لا تعوض. قبل ما يأذن أذان المغرب بدنا نعرف بس شو أمنيتك؟ والله أمنيتي أنا إن ربنا يهدي بال العالم كلها، ونرجع لأيامنا وأيام زمان، ويبعد هالغمة عنا وعن جميع أمة محمد رب العالمين. يا رب آمين. وأم أسامة كمان شو أمنيتك؟ أمنيتي بسيطة جدا، إنه كشعب فلسطيني نعيش كباقي شعوب العالم، لأنه إحنا الشعب الفلسطيني المحتل، الشعب الوحيد المحتل على مستوى العالم. بتمنى يجي رمضان القادم إن شاء الله بزوال الاحتلال وتحرير أسرانا ونصرنا إن شاء الله.
يا رب. حتى احنا اللي بدنا نشكركم اكيد على يعني استضافتكم لنا وعلى هالقعده الحلوه وعلى هالافطار كمان الرائع، ويعني دائما بنحب اكيد نقول انه ان شاء الله القادم بيكون احسن بالنسبه للكل باذن الله تعالى. يا رب هدات البال، يا رب يا رب يهدي بالنا، يا رب تبطلنا فوطاننا، يا رب يا رب ما بدنا غير هدات البال يا امي. حنن عليك ورفيقك وماشي طريقكم، يفتح في وجوهك وين ما رحتوا وين ما جيتوا، يكفيك شر المرض يا امي. حنن عليك يا امي، الله يوفقكم يا امي، بتبعد عنا الامراض يا حبيبي يا الله، وهدات البال يا رب.